وانتهى للأسف اللعبة الجزء الرابع. هتقولي للأسف كده يبقى انت من اولها عجبك السيزن ده جدا. احب اقولك ان حتى اسوأ سيزن للعبة انا كنت بقول للأسف، لان انا بحب اللعبة جدا ومن الناس اللي بيوحشهم جدا المسلسل لحد ما يجي السيزن الجديد، حتى برغم ان في مسلسلات جديدة هتنزل وافلام العيد وكل الكلام ده، بس في فراغ كده، في حتة كده وحشاك للعبة. الكاست اللي انت شايفه كله ده قدامك بيوحشني كله. ده على جنب كده، قبل اي حاجة، قبل ما تعرف هل الموسم الجديد ده عجبني ولا لا ولا ايه الكلام، كل ده هنتكلم عليه في الحلقة دي. بس قبل ما ابتدي الحلقة بتوع افلام اظبط اخوكوا بقى، يعني لايكات كتيرة جدا 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 جدا، وشير الحلقة دي في كل حتة لو عجبتك. طبعا طبعا عايزكم تشاركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، قبل اي حاجه، انتوا فاكرين ان اللعبه الجزء الثالث كان بالنسبه لي هو اقل موسم في الاجزاء كلها، وكان في تعقيب كتير جدا، ورجعوا للحلقه دي عموما ان انا اتكلمت على ايه السلبيات اللي كانت مضايقاني في المسلسل ده. فهل يا ترى صناع العمل، مش بتكلم عليا، بتكلم سمعوا للجمهور ايه اللي مضايقهم كان في الجزء الثالث والكلام ده وعملوه ولا لا، ولا فضلوا ماشيين بدماغهم زي ما هم عايزين وكل الكلام ده؟ واحب اقول لكم زي ما احنا متعودين على طول ان انا في الاول بحب اجيب لك بايجاز هل الموسم ده عجبني ولا لا وكل الكلام ده. الموسم الجزء الرابع بالنسبه لي واحد من اقوى مواسم اللعبه، اذا ما كانش، يعني انا بالنسبه لي الجزء الاول والجزء الرابع هم دول بالنسبه لي التوب، وممكن يجي بعديهم بقى الجزء الثاني وبعد كده يجي الجزء الثالث، لكن الجزء الرابع فعلا من احلى مواسم اللعبه ومن اكتر المواسم اللي انا ضحكت فيها شخصيا جدا جدا جدا. ده غير ان الاهم، هنبتدي دلوقتي بالايجابيات، اهم ايجابيه في المسلسل ايه؟ ان صناع العمل سمعوا للجمهور، سمعوا الجمهور اللعبه على ايه الحاجات اللي مضايقاهم وصلحوها، وده اتحقق. فببساطه كده الجزء الرابع بقى احسن من الجزء الثالث وبقى من اقوى المواسم. ده بالنسبه لي من وجهه نظري. انا عارف ان في ناس ممكن ما يكونش عاجبها الموسم ده، شايفينه من اقل المواسم، براحتك، كل واحد ورايه وبراحته جدا، ما فيهاش اي مشكله، بس انا بكلمك من وجهه نظري. يعني انا مثلا من ضمن الحاجات اللي كانت مضايقاني جدا وكنت قاسي عليها جدا في الجزء الثالث واتصلحت تماما في الجزء الرابع، ولازم نتكلم في الحته دي، سعدون، شخصيه سعدون والفنان احمد فتحي. انا في الجزء الثالث كنت وصلت لمرحله ان انا قلت يا جماعه شخصيه مش عارفين طلعوا منها حاجه، وبقى استظراف زياده عن اللزوم على اصوات وكده وملهاش اي لازمه، حسيت اللي هو حزق ضحك زياده عن اللزوم ملوش اي لازمه. في الجزء ده يا جماعه سعدون اختلف تماما، لدرجه انك انت اول مشهد ليه قلت اه بقى هنرجع بقى لسعدون والغباء وكده، وهو لسه غبي. انا بقولش ان موضوع الغباء ده كان وحش، لا، بس ما كانوش عارفين يستغلوه صح، استغلوه صح جدا. واحد من اقوى مواسم احمد فتحي، واحد من اقوى مواسم سعدون، وكنت لازم ابتدي بيه عشان انا كنت فعلا ما كانش عاجبني خالص، ودي من ضمن الحاجات اللي عرفوا يوظفوها صح، وبشكر جدا المؤلف احمد سعد والي ان هو عرف يعمل كده. ده غير طبعا مثلا الفنانه عارفه عبد الرسول، من اكتر الفنانات الموهوبات اللي انا بحبهم جدا ودراميا رائعه، ولكن في الكوميديا ما بتضحكنيش، ما بتجيبش ضحك خالص، بحس ان هي برضو بتحاول تعمل حركات وبتاع عشان تضحك، وكانوا مدين لها دور كبير جدا او دور محوري كبير جدا في اللعبه. في الجزء ده بالعكس اضافتها مش كبيره ومش لازم تبقى كبيره، وبالعكس لما كانت بتطلع كان دورها بيبقى خفيف، بيبقى ما بيبقاش تقيل على القلب، يعني مشاهدها هي وبسيوني مالت او الفنان الكبير سامي مغاوري وهم مع بعض بيتناقشوا مثلا على قمة النتانة اللي ما بينهم كانت بتضحكني مثلا. نفس الكلام على الفنان أوتاكا أو غريب البواب، شخصية خطيرة جدا ومن أحلى الشخصيات من أول جزء، والحمد لله في الجزء ده دوره كبر، ودي برضو من ضمن المتطلبات اللي احنا كنا عايزينها، إن غريب يبقى دوره كبير، يبقى يطلع في أغلبية الحلقات، وده حصل في الجزء ده. أما برضو من الحاجات اللي بتميز الجزء ده بالنسبة لي فكرة الأفكار، أفكار جديدة وبره الصندوق، وبرغم إن هي ممكن تكون أفكار عادية جدا ما فيهاش ريسك كبير وانك انت تعمل مش عارف ايه، بس عرفوا يجيبوا الضحك من الافكار البسيطه دي. يعني مثلا زي ما انا قلت لك في الحلقه الاولانيه خالص، بعد الحلقه الثانيه او الثالثه اللي هو مثلا التحدي بتاع بدون كلام، تحدي الافلام ده كان بسيط وجاب ضحك كبير جدا. زي مثلا تحديات كتيره جدا وبتبقى بسيطه، زي مثلا اللي هي كل واحد غير شخصيته، اللي هو شخصيه مازو وشخصيه ويسو، كل واحد هيعيش حياته، اللي هو مثلا هشام ماجد هيبقى ملزق زياده عن اللزوم، نفس الكلام وسيم هيبقى اللي هو عايز يلعب وخلاص ومش مهتم بعياله
عياله وبيكره ابنه وكل الكلام ده، وتحديات كتيرة تانية كانت في قمة الضحك. انا بالنسبة لي يا جماعة دي برضو من ضمن الاجابات المسلسل. مسلسل اللعبة ده فعلا حاجة نادرة حاليا في الفترة الحالية، ان تجميعة الوطن العربي او تجميعة عدد كبير جدا من الوطن العربي عارفين ومنتظرين كل سنة على مسلسل كوميدي نجح جدا وبقى ليه شعبية كبيرة جدا، ومع كل سنة بيحترموا الجمهور وبيقدموا كوميديا. يعني انا بالنسبة لي لو اي حد فيما بعد سألني الكوميديا ابو حميد وحشة جدا وواقعة قوي في مصر، هقول له اه فعلا الكوميديا واقعة قوي في مصر، مبقناش نعمل افلام كوميديا تفضل عايشة للواحد او مسلسلات كوميديا تفضل عايشة مع الواحد كتير جدا زي السنين بتاعت اوائل الالفينات او اواخر التسعينات. ولكن هرد على طول واقول له مسلسل اللعبة عارف يحقق الكوميديا، عارف يحقق تجميعة العيلة، عارف يحقق حالة حلوة جدا ما بين الجمهور ومتابعينه. دي برضو من ضمن الحاجات اللي عجباني جدا، فكرة انك انت تخش على الفيسبوك كل شوية وتلاقي حد انا في تيم مازو، لا انا في تيم وسيم. على فكرة يا جماعة اغلبية الناس الطبيعية يعني العقلانية هيختاروا تيم مازو، ولكن الناس الملزقة وكده هيختاروا تيم وسيم والكلام ده. فكرة انك انت حققت حالة من الجدل والناس كتير عايزين انا في تيم ده او في تيم ده، والناس بتشجع بقلب جدا على الفريق بتاعها ان ده اللي يكسب في الاخر وكل الكلام ده، دي حاجة نادرة موجودة دلوقتي وسطينا. فانا اتمنى وكل يعني مع كل سيزن بطلع اقول الكلمة دي، اتمنى عدم انتهاء اللعبة. هتقول لي يا ابو حميد ما تفورش، ما كل حاجة ليها نهاية وكل الكلام ده، بس فكرة انك انت محقق معادلة النجاح ومعادلة انك انت لما الموسم اللي قبليه ما يبقاش حلو قوي والناس كتيرة اتكلمت وفي ناس كتيرة ما عجبهمش وفي ناس كتيرة عجبهم برضو بس حقق حالة من الجدل، ثم الموسم بعديه معلي عليه، فدي حاجة محترمة جدا. ممكن نوقف اللعبة لو المستوى فضل يقل، يعني لو فضلوا موسمين ورا بعض المستوى مش هو بتاع اللعبة، ولكن حتى الآن الأفكار بتبقى حلوة، كل شوية بيقدموا أفكار جديدة، ومش لازم كل الحلقات كل يوم تحدي جديد. احنا شفنا حلقات كتيرة ما بيبقاش فيها ممكن تحدي، بيبقى اللي هو ايه البعد التحدي أثر الفوز ده على كل فريق بيبقى ايه وكل الكلام ده. وفي أفكار زي ما انت شفت مثلا هشام ماجد في النص، بالمناسبة اللي ما شافش الموسم الجديد انا هحرق يعني، اكيد هحرق يعني كإيجابيات وسلبيات وكده، فانا وقف هنا لو انت ما شفتش الموسم الجديد فاتفرج عليه وتعالى كمل. يعني مثلا فكرة ان هشام ماجد فقد الذاكرة دي ما ضايقتنيش خالص، فكرة جديدة ومختلفة انك انت بتحاول برضو تقرب ما بين هشام ماجد ومي كساب الزوجين اللي مش رايقين بعض تماما، او هشام ماجد بالاخص مش طايق مراته ولا ابنه ولا اي حاجة. عجبني برضو في استمرار فكرة ان هشام ماجد لسه مستمر في كره ابنه كريم، انا دي من اكتر الافيهات اللي بتعجبني عموما، انك انت طول عمرك عارف اللي هو فكرة الاب والابن اهم حاجة ابني، وفكرة ان هو ما بيحبش ابنه، ما بحبكش يلا، اللي هو ممكن يضحي بيه مقابل ان هو يعيش مثلا، فدي من ضمن الحاجات اللي بتعجبني جدا. وبما اننا جبنا سيرة الفنانة مي كساب، فانا مي كساب دلوقتي يا جماعة في فترة تألق عالي جدا ما شاء الله عليها، جعفر العمدة ثم اللعبة الجزء الرابع، واحد من انجح المسلسلات اللي موجودة على الساحة دلوقتي او يعتبر الانجح حاليا. عجبني ان هي فكرة ايه، انا في الاول فاكرين يا جماعة الجزء الاول كانت مزعجة جدا، فكرة ان هي عصبية قوي وتزعق وبتاع، بعد كده عرفوا يلعبوها، ودي تحسب برضو للمؤلف ان هم يلعبوها ان هي ممكن تهدى شوية كل الكلام ده، فهي شخصيتها في الجزء ده ما بقاش فيه الازعاج او العصبية دي غير في حالات معينة، ولكن برضو بتشوف منها جانب اخر مختلف ان هي جابت اخرها تماما من هشام ماجد الا لقطة فقدان الذاكرة دي اللي رجعت الامال شوية. فانا عجباني شخصيتها جدا وعجبني التقلب بتاعها جدا خلال الفترة دي، بسم الله ما شاء الله، اتمنى طبعا ليها مزيد من النجاح خلال الفترة اللي جاية. نيجي عند، انا هتكلم بقى بصراحة وكل امان، انا تيم ويسو، ايوه انا ملزق من الاخر. انا بعشق التيم ده واعشق شيكو ومرنا جميل، اعشق هذا الثنائي ويسو ايسو. بلاقي ناس كتيره جدا على الفيسبوك او على السوشيال ميديا يا جماعه انا فعلا المشاهد بتاعتهم، مش بقول كل الناس، بقول ناس معينه بقلبها، انا ماليش خلق التلزيق ده. وفي ناس كتيره جدا زي محمد ثروت لما شيكو قال بصي انا جبت لك زهور اليقطين، محمد ثروت قال يقطين امي كفايه تلزيق. في ناس كتيره زي محمد ثروت اللي هو يا جماعه كفايه تلزيق، انا لا بقلب انا ما بقدرش والكلام. انا المشاهد دي من اكتر المشاهد اللي بستناها، انا بضحك جدا، انا بضحك جدا على الحاجات التافهه البسيطه دي، على فكره ان هو مثلا وهم راكبين العربيه وفي قمه اللعبه وكل الكلام ده قال لها انا مش عارف وبتاع، ثم هي قالت له انت مش شايف الناس بتشوف ايه في قدامهم، انت مش شايف وشك في المرايه عامل ازاي، يقوم قايل لها ايه ده هو انا شكلي حلو، يقوم قالت له هو انت احلى حق. يا سلام يا جماعه، يا جماعه انا بحب الحاجات دي جدا. فانا احب اقول لكم رسميا انا في تيم وسيم، ومن اكتر المواسم اللي انبسطت فيها ان تيم مازو كسب. هتسالني ليه، هقول لك لان تيم مازو السنه دي كان ممتاز في الغباء، سعدون قمه الغباء، مي كساب كانت في قمه الغباء، عصفوره قمه الغباء، هو بس غريب اللي يعتبر
يعتبر اللي غبي غبي بس عادي يعني اللي هو مش قمه غبي ده غير طبعا ان مايكا ساب كان قصدها طبعا وفهمنا فيما بعد ليه ان هي يعني كانت كارهه اللعبه ان هي كانت عايزه تخسر الفريق عموما بغباءه زياده بس حسيت ان موزو بيلعب لوحده فانا دي اكتر كاس حسيت اللي هو بص انا تيم وسيم اه بس انت تستحقها صراحه انت طلع عينك يعني طلع عينك السيزون ده من كميه الغباء وتقلب بقى وفقد الذاكره ورجع فكره انك انت تفقد الذاكره وتشوف سعدون وتقول له انت من اغبى الناس فانت تفهم ليفل غباء سعدون ايه تحيه برضو للفنان احمد فتحي لان فعلا سعدون السنه دي كان متالق نرجع تاني لفريقي بقى الفريق اللي انا بحبه جدا فكره التلزيق وفكره ان هم قاعدين وان هم متوهمين ان في ارنوبي وكده انا على فكره اتضايقت قوي ان ما فيش ارنوبي انا من ضمن الناس اللي اتضايقوا لما خبر ان ما فيش ارنوبي ده كل ده كان اي كلام وبتاع انا اتضايقت في حوارات كتير يا جماعه في فكره انك انت مثلا ان هم قاعدين في المطبخ حد اخد باله ان الكفر او الوول بيبر بتاع المطبخ تحت السونار بتاع ارنوبي اللي هو مش انت شفته اللي هو صور بتاع احمد السقا وكلام ده عزيز وكل الكلام ده معطين صوره السونار بتاع ارنوبي يا سلام يا جماعه اما الفنانه ميرنا جميل اكتر فنانه يعتبر بتضحكني في الجيل الجديد مفيش حد بيضحكني قدها بالنسبه لي في نفس الوقت اكتر حاجه عجباني فيها حتى الان انا اعتقد بنجاح اللعبه ده بالاجزاء اللي فاتت دي اتعرض عليها ادوار كتيره جدا واحنا ما شفناهاش في ادوار كتيره جدا فده برضو يبين لك ان هي بتنقي العمل ايه كملي كده حتى لو ما عملتش لان في الاول وفي الاخر حتى لو ايه اي عمل بيتعمل بيبقى موجود في التاريخ ايا كان ايه هيحسب عليك فهي اللي عاملاه حتى الان حلو جدا وزي ما بقول لك في كل جزء اتوقع ان ميرنا جميل في خلال الفتره اللي جايه برضو هتبقى مكسره الدنيا غير اللعبه طبعا اما طبعا انتوا عارفين بالنسبه لي الفنان سامي مغاوري وشخصيه باسيوني مالت من اكتر الشخصيات اللي ضحكتني او بتضحكني عموما وفكره الثقه الزايده في نفسه وفكره اللي هو انا كانوا طول عمري يقولوا عليا اللي الثقة ازاي ده وهو بلط بلط ايه الهبل ده الشخصية اللي هو مكونها عن نفسه دي انا بحبها جدا واتمنى ان هو يبقى ظهوره اكتر كمان اكتر ما هو ظاهر معانا اساسا انا اتمنى ظهور سامي مغاوري يبقى اكتر بكتير في اللعبة كمان اما من ضمن الاضافات اللي اتمنى واتمنى صناع العمل يسمعوني فيها اتمنى ياسر التوبجي يبقى من ضمن يخش في الفريق اي فريق فيهم ايا كان ايه لان ياسر التوبجي ده يا جماعة اضافة في اي عمل عمره ما كان ضيف شرف في اي فيلم او اي مسلسل او اي حاجة وما كانش اضافه بيضحكك الراجل ده موهبه حلوه جدا يا جماعه موهبه فكره ان هو يطل عليك ويضحكك دي برضو حاجه نادره لازم اللعبه يستغل شخصيه ياسر توبجي وشخصيه الدكتور فعلا من اهم ومن احلى الشخصيات اللي في المسلسل وزي ما قلت لك برضو كافكار وبتلاقي كل شويه افكار جديده ومختلفه انا عجبتني جدا فكره ان احنا دخلنا على مسلسلين وغرفه 207 وفكره ان في ناس كتيره جدا كانت بتخاف فعلا من ريام عبد الغفور والحواجب وكده الموضوع اتقلب بسف تماما ناس كتير كانت بتخاف مثلا من سكريم وجوست فيس وبقوا يضحكوا تماما بقت الاسطوره الرعب دي تفككت تماما بعد مثلا فيلم سكاري موفي فانا حسيت ان هم كسروا الحاجز ده في مسلسل غرفه 207 فانا عجبني الافكار عشان كده بقول لك الافكار كانت حلوه جدا في الموسم ده ومن ضمن برضو الحاجات اللي كانت بتضحكني جدا فكره علاقه برضو شيكو وابنه اكرم وبنته اول مره احس ان شيكو قلب على مازو وما بيحبش اكرم كده من ساعه ما عرف ان في ارنوبي جاي ومش عايز ايسو تتوحم على ابن اكرم تحس ان هو طول السيزون مش معترف انه عنده عيال تانية هو ارنوبي انا ايه ده يعني انا عمري ما هبقى اب لما اكتشف انا دي عجبتني ممكن احطه في بوكس عشان ما توحمش عليه انا بحب الحاجات دي والحاجات دي بتضحكني جدا اما اخر ايجابيه هتكلم عليها في المسلسل او في الموسم الجديد بتاعنا او الموسم الرابع طبعا لازم شكر خاص للمخرج الكبير معتز التوني يعتبر يا جماعه هو السوق المصري والكوميديا المصريه اللي موجوده في اخر 20 سنه تحت قياده معتز التوني واحمد الجندي فانا بشكر جدا معتز التوني على جرعه الكوميديا الجميله اللي احنا قضيناها في اخر شهر ونص دي واتمنى ده الرساله اللي انا قلتها في الاول عدم انتهاء اللعبه يفضل شغال طالما هو كويس طبعا بشكر احمد سعد والي والمؤلفين وكل الناس لان فعلا انتوا متعتونا بس خلوا في الاخر الشكر ده في الاخر ولكن نيجي دلوقتي عند سلبيات المسلسل سلبيات المسلسل انا شخصيه بسيم ووسيم شخصيه اكرم حسني انا طبعا اكرم حسني اول ما عرفت او شفت في الاعلان ان هو موجود في المسلسل انا انبسطت جدا جدا من اكرم حسني من اكتر الممثلين الكوميديا اللي بيضحكوني في الفتره الحاليه ففكره ان هو يبقى موجود في مسلسل لعبه اضافه قويه جدا ضحكني ضحكني اول مشهد ليهم اللي هو بسيم وسيم بسيم وسيم دي ضحكتني جدا هل بقوه ان اكرم حسني اتضاف في اللعبه فالحلقتين دول هيبقوا اللي هو ما عمرك ما هتنساهم في تاريخ اللعبه لا الامباكت بتاع اكرم حسني ما كانش بالقوه دي او كان ممكن يتعمل احسن من كده او ممكن كان يبقى موجود اكتر من كده بس يعني في الاول وفي الاخر هي اراء في ناس بالنسبه لهم اكرم حسني كان
من اقوى الحلقات اللي في المسلسل، فهي في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك اراء. السلبيه الثانيه محمد ثروت، انتوا عارفين من اكتر الكوميديانات اللي بيضحكوني. في ناس ما بتحبش نوع الكوميديا بتاعته، بس انا بحب نوعيه الكوميديا بتاعت محمد ثروت، وعارف ان هو ما بيغيرش من نفسه في الكوميديا والكلام ده، بس انا بيضحكني، انا الشخصيه دي بتضحكني عموما. طبعا الدويتو اللي ما بينه وبين شيكو انا طبعا يعني انا مش عايز احطه في السلبيات، لان السلبيات برضو هي من السلبيات قويه جدا يعني، بس الدويتو اللي بين شيكو من احلى ومن اقوى عوامل المسلسل. الحب اللي ما بينهم الاصدقاء ده، وفجاه يكرهوا بعض، وفجاه تلاقي جميل شخصيته وكل الكلام، انا بحب اي مشهد بيجمعهم مع بعض. ولكن انا حسيت القصه بتاعته، فكره ان هو لما كان هو في الكومباوند في الاول وغني والكلام ده، انا ما بلعتوش، او حسيت اللي هو ملهاش لازمه، ما كانش ليها لازمه خالص الحته دي. ونفس الكلام برضو في حته مازو مثلا، برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بالنسبه لي ملهاش لازمه، اللي هو جزئيه ان هو بيعلمه السواقه والكلام ده، واياد والبتاع والحوارات دي. يعني مثلا اول تحدي لما كانوا بيعيدوا اليوم وبيخبطوا الحادثه دي، انا كنت بضحك جدا، وحسيت ان هي ليها مبرر، وكانت لذيذه جدا كموقف كوميدي والكلام ده. ولكن استمراره حسيت ان هو ملوش لازمه، وهي في الاول في الاخر هرجع واقول لك اراء. اما اخر حاجه معانا، ممكن اقول ان الواحد خلال اخر شهر ممكن يكون ده اكتر سيزن الناس كلها كانت عايزه تعرف مين اللعبه او مين ورا اللعبه. ناس كتيره جدا حطت اكسبكتيشنز عاليه جدا، ايه ده شيكو وهشام كانوا في السعوديه وتصوروا مع اكرم حسني، واكرم حسني شارك في اللعبه، بصوا يا جماعه تصوروا مع مين تاني؟ مع احمد حلمي، يبقى احمد حلمي هو اللعبه، واسمعوا مني. وفي ناس بقى حطت حاجات كتير، يا جماعه ده مين وده مين، اسامي تقيله جدا. فلما الواحد لقى ان هو محمد عبد الرحمن توتا، اللي هو نجم طبعا كبير وعلى عيني وعلى راسي، ومن النجوم اللي بتضحكني جدا، بس اللي هو الواحد اللي هو حسن، يا جماعه انتوا قلتوا بقى النجوم تقال وكل الكلام ده، لو ما كانش ده حصل على السوشيال ميديا، اعتقد ناس كتيره جدا كانت هتتفاجئ وهتنبسط جدا محمد عبد الرحمن. بس انا في الاول وفي الاخر يعني ما اتضايقتش، ما هو مش هقدر اقول لك ان انا اتضايقت ان محمد، بس كنت عارف اللي هو الواحد حط بقى اكسبكتيشن عاليه وبتاع. وبس بتوع افلام، ده اللي انا اقدر اقوله لكم على الموسم الجديد من مسلسل لعبه، اللي من وجهه نظري واحد من اقوى المواسم، وكنت مبسوط جدا جدا جدا، وهرجع تاني للفراغ الكبير اللي بيسيبه مسلسل لعبه ليا بعد ما بيخلص. وتقييمي لمسلسل لعبه الجزء الرابع هو 8 من 10. اتمنى ان الجزء اللي جاي يبقى ياخد 9 من 10، والجزء اللي بعديه ياخد 10 من 10. وطبعا احنا شفنا في النهايه ان هي بدايه، هيبقى في بدايه اللعبه الجزء الخامس باذن الله، ان شاء الله يبقى السنه اللي جايه. وان شاء الله لو الافكار لسه ما طلعتش وفي حاجات كتيره وفي حاجه ناقصه، خدوا وقتكم، ما فيهاش اي مشكله، المهم العمل يطلع زي ما احنا متعودين على اللعبه. شكرا لكل طاقم العمل بتاع اللعبه، متشكرين جدا ان انتوا امتعتونا لمده شهر. وعارف ان في ناس ممكن ما يكونش عاجبهم المسلسل او الموسم ده عموما او ايا كان ايه، لكن الملايين اللي بيحبوكوا، الملايين اللي انبسطوا جدا خلال الشهر اللي فات ده، بنشكركم جدا على احترامكم لجمهوركم، ان انتوا بتضحكونا وبتتعبوا وبتعملوا حاجه محترمه الواحد يتفرج عليها. يعني انا اعتقد مسلسل اللعبه ده من ضمن المسلسلات اللي هي هتفضل مستمره معانا لفتره طويله جدا، حتى لو انتهى دلوقتي هيبقى حاجه زي الكبير كده، هيفضل تتفرج عليه في اي وقت في اي مكان في اي حته. بس وده اللي اقدر اقوله لكم بتوع افلام على مسلسل اللعبه. اهم حاجه رايكم تحت في الكومنتات، وسؤال الحلقه، هل الموسم الرابع بالنسبه لك من اقوى المواسم ولا من اقل المواسم؟ ناقشوني تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم. الو، ازيك يا بتاع افلام؟ جاهز معانا للتحدي الاول؟ جاهز، انا جاهز عموما.